طبعا اسعد الله اوقات الجميع بكل خير. طبعا ان شاء الله الان سنبدا هذه المحاضره. طبعا محاضره اليوم بدنا نتكلم عن شيء جديد يخص الجافا سكريبت تحديدا. طبعا احنا في المحاضرات الماضيه وتحديدا المحاضرات الماضيه الشيء كنا نتكلم فيه انه احنا في عندنا لغه برمجه بدنا نتعلم عليه، صحيح؟ بالاضافه لو نذكر في البدايه انه كنا احنا لما ننشئ اي بروجكت، ننشئ بروجكت عادي، اول بدايه ننشئ ملف اتش تي ام ال، ثم رحنا تعرفنا على ملف الستايل شيت وهو ملف السي اس اس اللي انا بقدر اضيف ستايلينج على مستوى هذه الاليمنتس المتواجده في البادي، صحيح؟ يعني انا هذا البادي في بداخله اليمنتس، وهذا الاليمنتس انا ممكن اناديها كسليكتورز واعطيها ملف الستايل شيت، واحنا ايش؟ ندينا ملف الستايل شيت. انشانا ملف ستايل دوت سي اس اس بهذه الطريقه، واحنا ربطناه بملف اتش تي ام ال، صحيح؟ بهذه الطريقه. تمام. بعدين رحنا يعني تعرفنا شوي على تويت، هذه احنا لسه كمان لسه ما تعرفنا على كل شيء في الاتش تي ام ال، لانه احنا مقبلين على تعلم باقي الخصائص لتجمع جميع ونطبق عليه جميع الافكار عشان تظلك متابع من جميع الحالات، لانه احنا ما بدنا نتعلم بس اتش تي ام ال ثم نتعلم بس سي اس اس ثم ننتقل، كما تكلمنا عن هذا الموضوع. بعدين تكلمنا انه احنا خلاص وصلنا نقدر نسوي اشكال معينه بغض النظر. هذه الاشكال انا وممكن اعطيها ستايل. الاشكال اللي تظهر هذه الاشكال احنا بنصممها بنضيفها على هذه الويب سايت وتظهر بغض النظر كانت مربعات دوائر. طبعا احنا ليش بنسوي مربعات ودوائر؟ لان احنا نتعرف على الاساسيات اللي انا شو ممكن تاهلني. لانه الخطوه التاليه ما بدنا خلاص احنا نتعرف على الاساسيات، نفترض ان احنا خلاص تعرفنا على الاساسيات، بدنا احنا نستخدم هذه الاساسيات لعمل شيء حقيقي، صحيح؟ مثلا نسوي هيدرز حقيقيه، نسوي منيو حقيقيه، نعمل مثلا سلايدرز، نعمل فيديو، نعمل كذا. احنا هذه الاشكال كيف انا ممكن يعني نبنيها بالبدايه واحنا لسه الاساس ما بنعرف، ما بنعرف البادنج، ما بنعرف المارجن، ما في الديسبلاي، ما بنعرف البوزيشن، صحيح؟ ما بنعرف كيف الباك جراوند، ما بنعرف مثلا البوردرز، ما بنعرف يعني ما بنعرف المنيو، ما بنعرف الليست اوف ايتمز مثلا يو ال اوردر داش والان اوردر، ما بنعرف نسوي هذا الشيء كله. كيف ممكن؟ لا، لازم نكون بالبدايه احنا متعرفين على الاساس، بعدين احنا نبني اللي هو الشيء الحقيقي اللي شو شكل المنظر الحقيقي اللي يتم التفاعل معه. الحقيقة اللي هو في كلمة تفاعل إنه أنا أسمح للمستخدم إنه يتفاعل مع هذا النظام اللي أنا قمت بإنشاؤه له. مثلا أنا ضفت بهذا المكان زيرو بوتون، عند الضغط عليه يصير إيش الفلاني، عند الضغط عليه يصير إيش الفلاني، صحيح؟ تمام. الفكرة ما بعد ذلك هذا التفاعل لا ينضبط إلا بتعلم اللي هو لغه برمجه، واللغه اللي اتفقنا عليها ان شاء الله هي لغه الجافا سكريبت، وحددنا ليش تحديدا الجافا سكريبت، وتكلمنا عن هذا الموضوع بما يكفي عن تعريفها وعن ليش اختيارها وانها تحتاج لكومبايلر، وان هذه هي اصلا بتبث الروح التفاعلي بنفس هذا النظام على الاليمنتس اللي انت اصلا عملت لها ستايل. فانا على اقل تقدير عشان تسوي نظام، على اقل تقدير يكون عندك ملف اتش تي ام ال لبناء الهيكليه لهذا الويب سايت، وملف سي اس اس عشان تعطيه الستايلينج والجماليه، تمام، لظهورها للمستخدم، وعشان تضيف الروح التفاعليه او التفاعل في المستخدم يتفاعل مع هذا، مثلا يضغط يفعل كذا. هذا لا ينطبق الا بلغه برمجه، ورحنا تعلمنا احنا وانشانا ملف سكريبت دوت جي اس، وتكلمنا هذا الملف السكريبت من خلال احنا نكتب اللي هو لغه البرمجه. طبعا اللغات البرمجيه تنطبق على قواعد، واحنا رحنا تعرفنا انه مثلا في عندنا قواعد لاي لغه برمجه، ومن تعريف المتغيرات، والمتغيرات هذه ممكن نخزن بها داتا، والداتا تاتي على شكل اشكال، ممكن تكون سترينج، ارقام، بوليانز وغيرها من القيم، صحيح؟ تمام. الان هذا ملف السكريبت انا باللحظه اللي انا اربطه في ملف ال HTML، تمام، حكينا باللحظه اللي بربطه في ملف ال HTML، يعني ربطناه بهذه الطريقه، انا هذا الاستعمال صار مربوط ملف السكريبت، وكانه واصلا ملف الاستعمال هو اللي بيتنفذ على البراوزر، والبراوزر فيه هذا الكومبايلر، اذا انا بستغل هذا الكومبايلر لترجمه الاكواد المتوارده في السكريبت. تمام، تكلمنا كمان عن هذا الموضوع. طبعا احنا بدانا بتعرف شيء بسيط على السكريبت اللي هو مثلا من تعريف المتغيرات، والتعريف ياتي عن طريق مثلا الليت او الكونست او الفار، صحيح؟ وظهرنا ما هو الفرق ما بين هذه الامور، انا بالنسبه للفار والكونست والليت.
ما بعد ذلك في ايش موضوع تعلمنا اللي هو ايش اسمه الكنترول فلوز. الكنترول فلوز يعني انا اوامر برمجيه مثل اللوبينج مثل الفور، وتنقسم لهذه الاشكال سواء الوايل والدوال وغيرها، مثلا السويتش مثلا. هذه الاوامر تسمى الكنترول فلوز. يعني انا الاوامر البرمجيه هذه استخدم هذه الاوامر البرمجيه للقيام ب امر معين او لتحويل افكار معينه. تمام؟ طيب احنا بس تعرفنا، ما بس تعرفنا ما اخذنا امثله حقيقيه، لكن احنا الاساس قبل ما تاخذ امثله حقيقيه لازم تتعرف على الاساس. ممتاز. احنا البرمجه الحقيقيه اللي هو الكود البرمجي، تفكير البرمجي الحقيقي سنتعمق فيه مش الان، في السكشن المقبل التالي ما بعد الفرونت اند، وتحديدا يجي له في مرحله الباك اند. لما الباك اند تاتي لمرحله اسمها بيور جي اس. شو يعني بيور جي اس؟ بيور يعني فقط جافا سكريبت حرفيا فقط، مش مثل الفرونت اند فيها اتش تي ام ال وسي اس اس وكثير من الفايلات المترابطه ما بينها، لانه اصلا متعلقه بظهور الاليمنت وكذا. هي جيت الفرونت اند وظهور الاليمنت اللي هي اصلا تتحدث عن الاتش تي ام ال والسي اس اس وغيرها. يعني البرمجه الحقيقيه باستخدام الفورز والتطبيق عليه العملي والسترينجز وغيرها، تمام؟ هذا ياتي اكثر استخدامه في الجافا. اكيد في الفرونت اند اكيد في هناك برمجه، تمام؟ لكن هناك البرمجه تاتيها بشكل مخصص للفرونت اند. تمام؟ يعني الان في الفرونت اند باستخدام الجافا سكريبت، تمام؟ في هناك مواضيع يلزم اللي هو التعرف عليها برمجيا، تمام؟ هذه الامور هي تتعلق فقط في امور الظهور او الستايلينج او غيرها، لكن هي برمجه بالنهايه. ومن اهم هذه المواضيع اللي عشان نكون عارفها، في عندنا موضوع يسمى الدوم دوكيمنت اوبجكت موديول، تمام؟ وفي عندنا موضوع اخر اسمه البوب والبراوزر اوبجكت موديول. هذه الامور برمجيه، لكن مثلا الباك اند لاحقا لا يتعلق فيها، ما يدخل فيها. ليش؟ لانها هي ظهور امور برمجيه تتعلق في الدوم او البراوزر. البراوزر او الدوم، الدوم انا بتكلم عن الدوم، يعني انا اتكلم يعني عن هذا الكود الاساسي المربوط في اتش تي ام ال. والبوم البراوزر اللي هي اوامر تتعلق في البراوزر نفسه. هذه الاوامر يعني لا يتعلق، يعني لا يعني ما له اي علاقه فيها الباك اند. الباك اند شيء مختلف تماما، تمام؟ لكن بالنهايه هي برمجه وتكتب بالجافا سكريبت. طيب زي ايش انا في مواضيع، انا اتكلم في كم مواضيع اللي انا بحتاجها برمجيا باستخدام الجي اس لتطبيقها في مرحله الفرونت اند. كما تكلمنا الفرونت اند هي المرحله التي اظهر فيها البروجكت لهذا المستخدم، صحيح؟ تمام. الان في عندنا موضوع اسمه دوم، موضوع ليس عنوان، يعني موضوع كامل. والبوب موضوع كامل، وموضوع يسمى مثلا الموديول، تمام؟ وموضوع اخر اسمه الاجاكس او الويب سيرفيس، تمام؟ الاجاكس. هذه المواضيع هي اللي طبعا هذا الاجاكس، وفي موضوع اخر كمان اسمه الاسينك والاسينكروس، تمام؟ الاسينكروس الاسينك رونوس، تمام؟ يعني هذه المواضيع اللي انا لازم يعني بحتاجها اكيد كبرمجيا في الجافا سكريبت عشان تطبيق هذه المواضيع، اكيد بحتاج للاساس. طبعا احنا الاساس يعني تقريبا يعني خلاص تحدثنا فيه، لكن انت عشان تتعمق بهذا الاساس لازم تاخذ امثله. واحنا نحن في هذه المرحله لازم ناخذ فيها قدر الامكان من الامثله في تطبيق هذه المواضيع وتعرف الفرق ما بينها. اكيد ما بدنا ناخذها كلها مره واحده في هذه السلسله من الدروس، تمام؟ لكنها متتاليه. اول شيء نتعرف فيه الدوم، ثم نتعرف عن البوم، ثم بعد ذلك نتكلم عن الاجاكس ما بالترتيب مثلا، تمام؟ بهذا المكان نتكلم عن الاجاكس مثلا، تمام؟ او سوري بهذا المكان مثلا بالترتيب افضل، تمام؟ ثم نتكلم مثلا ايش هو الموديول، شو الموديول، شو ملف الموديولز، بعدين نتكلم عن الاسينكرونس قبل الاجاكس، تمام؟ بهذه الطريقه، تمام؟ بهذه الطريقه. بعدين اخر شيء نتعلم اللي هو الاجاكس والتعامل مع الداتا، تمام؟ وغيرها. طبعا يتخللها مواضيع، اللي هو التعامل مع قبل الاجاكس، قبل التعامل مع الاجاكس في مواضيع مثلا التعامل مع الاوبجكتس والاريز وخصائصهم وخصائص هذه الاوبجكتس والاريز، والتي تختصر في موضوع يسمى اللي هو التعامل مع ملفات الجيسون، تمام؟ فهذه السلسله فقره لازم احنا نمر من خلال هذه الدروس، هذه المواضيع، المواضيع المتشعبه هي معلومات، وهذه المعلومات هي اصلا اللي بتوصلك لطريقه الاحتراف البرمجي، تمام؟ ان شاء الله. فهذا احنا ان شاء الله من بدايه، ابتداء من اليوم ان شاء الله راح نبلش بهذه السلسله.
حتى تخيل. طبعا الى هذا الحد، لتصل الى هذا الحد، تمام؟ كجي اس، كجافا سكريبت، تمام؟ واحترفت هذه المواضيع، فيك تسمي نفسك فقط مسمى اللي هو فرونت اند ديفلوبر. اذا تعلمت هذه المواضيع يعني تتشعب كثير من الامور، تمام؟ تتشعب يعني في تشعبات، يعني الدوم لها مواضيع كثيره، والبوم والاجكس وغيرها، تمام؟ فيك تسمي فقط نفسك فرونت اند ديفلوبر عشان تتميز في مجال الفرونت اند ديفلوبر. طبعا نتعلم، سنتعلم ان شاء الله، نرجع على حتى على مستوى الاتش تي ام ال والسي اس اس، بدنا نتعرف ان شاء الله على امور لها علاقه في الستايلينج واستخدام لايبرز خارجيه. طبعا بدنا نتعرف شو يعني لايبرري، وشو يعني لايبرز خارجيه، وشو كيف ممكن استخدمها، وكثير من الامثله. ومن اشهر هذه الامثله مثلا البوت ستراب على سبيل المثال، وتيل وينز، والماتيريالز وغيرها، تمام؟ يعني هناك سلسله من الدروس، الامر مش بالبساطه، امور بسيطه تعلمها بسيط لكنها كثيره، تمام؟ هي بس يثبت هذا الكيف. واحنا اصلا في مرحله اللي يكون عندنا الكم الهائل من المعلومات حتى احنا نكون مؤهلين، سواء لسوق العمل، سواء على الصعيد البرمجي، سواء لا كثير من الامور ان شاء الله. فاحنا مش بدنا بس نتعلم كيف من اتش تي ام ال والاساس، لا، هذا اساس. احنا ما بدنا الاساس، احنا سنصل لمرحله الاختراع باذن الله تعالى، طبعا، تمام ان شاء الله. طبعا في البوت ستراب وغير هذا اتش تي ام ال، حتى على مستوى الجافا سكريبت، في هناك كثير من الامور ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله تعالى. طبعا هذه المواضيع طبعا الجميل فيها هي عباره عن مواضيع يعني مترابطه فيما بينها. الفكره يعني بعد ما ناخذ حتى موضوع هذا البوت ستراب وغيرها ان شاء الله، ويكون عندنا هذا الكم الهائل، احنا حكينا بس تسمي حاله، انه في بعد ذلك ان شاء الله موضوع اخر راح نبدا فيه، هو موضوع يتكلم عن شيء اسمه اللي هو الان بي ام، نوت باكج مانجر، تمام؟ اللي هو من خلاله يعني راح نتعرف كمان بالاضافه بنفس الوقت على شيء او فريم وركس او لايبرز تسمى الرياكت جي اس. من الخطا ان نبدا تعلم هذا الرياكت جي اس وانت الاساس مش عندك، لانك راح تتوه توهان جدا كبير. واحنا ما بدنا نوصل لهذه المرحله، احنا بدنا نتعلم اساس صحيح ونكبر مع بعض ان شاء الله في تعلم. لان هذا الرياكت جي اس كمان فيه مواضيع متشعبه جدا كثيره. في اللحظه اللي احنا اخذنا كل هذه المواضيع، خلاص بنكون مؤهلين ان شاء الله في البدء السكشن التالي، وهو المتعلق في جزئيه الباك اند والداتابيز وغيرها ان شاء الله. لكن هذا الاساس لازم تكون متعلمه. جميل، بتذكر جميل انه هذه المواضيع اللاحقه التاليه الباك اند يعني متشابه لهذا الموضوع. يعني الباك اند هو عباره اصلا عن موديولز وسينكروس وجيسونز واجكس فقط باك اند، واحنا اصلا بنكون ماخذينه في الفرونت اند، فان شاء الله بتكون الامور هينه وبسيطه. فهذه مرحله الجميل يعني انت ان شاء الله عشان تقوى في الفرونت اند تعلم الباك اند، وعشان تتاسس وتفهم الباك اند صدقا يعني ما خيار صحيح انك تتعلم كمان الفرونت اند. يعني انا استغرب كثير من الاشخاص يعني في مجال التعلم يبدا في الباك اند مباشره، وهذا خطا صدقا. انه حتى انت على صعيد الفهم في كذا في المواضيع، يعني لان انا لما اتكلم فرونت اند لا اقصد اتش تي ام ال وسي اس اس، لا، تمام؟ في هناك كثير متشعبه. طبعا في هناك احمد بيساله تعويض المحاضره الماضيه، ما بعرف شو هي المحاضره الماضيه صدقا مش عارف. خلاص خلينا نكمل عادي، بعدين سنجيب ان شاء الله على هذا السؤال اكيد ان شاء الله يا احمد باذن الله ان شاء الله، تمام؟ ما في اشكاليه ان شاء الله، ما في اشكاليه باذن الله تعالى سنتكلم هذا. لكن احنا اصلا نمشي بهذا، طبعا احنا هذا نعتبره كسيلبس كامله بالنسبه لنا ان شاء الله، كخطه نمشي عليها باذن الله تعالى على السكريبس. نبدا في الموضوع الاول وهو موضوع الدوم. وما هو المقصود بالدوم؟ تمام؟ في احمد بيحكي له هو المحاضره الماضيه. نعم، في غزل كثير ما نتطرق، فانا لسه بدي امسح كل هذا وموضوع، بس انا بباب التكلم انه في كثير من الشعب الموضوع. في احمد كمان بيسالنا اللي هو محاضره ماضيه التغت، خلاص ان شاء الله راح نقدر يعني اكيد راح يكون في تعويض، سواء على صعيد المحاضرات نفسها، تمام؟ يعني في زياده للمحاضرات، او انه في محاضره جديده او كذا ان شاء الله، اكيد ما تكون هم هذا الموضوع ان شاء الله، تمام؟ الفكره انه كثير من المواضيع ما بدي اياك انت تتشعب اكثر، خلاص احنا تعرف انه في موضوع بنبلش فيه هذا الموضوع الاول، تمام؟ في ايش اسمه الدوم، ومتعارف عليه جدا في على مستوى الفرونت اند كامل، وموضوع جدا مهم بل هو في غايه الاهميه. اسمه الدوم، طبعا كلمه دوم بحد ذاتها راح تسمعها جدا كثير في الصعيد الفرونت اند. وهذا الدوم هو كاختصار هي عباره عن كلمه تسمى الدوكيمنت اوبجكت موديول. يعني اختصار هذه الكلمه دوكيمنت اوبجكت موديول، شو هذا الموضوع؟ عباره عن دوكيمنت اوبجكت موديول. طيب في موضوع مشابه جدا، تمام؟
يعني لا ينافي ما يعني مثلا يكون بنفس الوقت التعلم، ولكن منشأ هو البوم، تمام؟ اللي هو هذا البوم، شو هو هذا التعريف هذا البوم؟ ببساطه اللي هو البراوزر اوبجكت موديل، مش الدوكيمنت، البراوزر. طبعا عشان كيف، ما هو الفرق بين البراوزر والموديل؟ انت لازم هذا ايش يعني تكون عارف شو تفرق ما بين هذه المواضيع ان شاء الله، وشو دخل هذا الموضوع. طيب عن ايش تتكلم هذه المواضيع؟ وكيف نستخدم هذه المواضيع؟ وليش هي لهذه الدرجه من الاهميه؟ تمام؟ طيب مثل ما تكلمت، هذول الموضوعين مترابطين، يتعلق في برمجه الجافا سكريبت، يعني انت هذا الدوم والبوم هي جافا سكريبت، تمام؟ لكن تتحكم بكيفيه ظهور الاليمنتس في ال في في, 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 على مستوى الاجسام او البادي، تمام؟ او الاليمنتس المتواجده في البادي يسمى الدوم. اما الاستفاده من خصائص البراوزر، يعني البراوزر هذا له خصائص زي ايش؟ راح نتكلم عنه بالوقت ان شاء الله. فعشان هيك انا ما بحب اتطرق لاي موضوع اخر. الموضوع الاول فعلا في سياق البرمجه الفعليه في هذا السكشنز اللي هو الفرونت اند، الموضوع الاول يسمى الدوم، تمام؟ طيب الان هذا الدوم عن ايش بيتكلم؟ بيتكلم على انا كيف اتحكم في الايمنت التي ظهرت معي في هذا البراوزر. فانت اذا بامكانك تتحكم بالايمنت من ملف السكريبت اللي مربوط في الاتش تي ام ال، هذا الموضوع اسمه دوم. طبعا ما ابسط الموضوع، جدا بسيط. طب من ايش يندرج وكيف يعني؟ طب انسى مبدئيا هذا الموضوع. الان احنا اللي بنعرفه انه في عندي ايليمنت متواجد عندي في الشاشه، مثلا هذا الايليمنت على سبيل المثال نعطيه اي دي، فليكن هذا الاي دي اسمه اس كيو ار، المثال الشهير على مستوى الستايل ممكن ناديه مثلا ك اس كيو ار بهذه الطريقه، نحكي له هايت مثلا 100 بكسل، نعطي ويدث مثلا 100 بكسل، في مشكله؟ في اشكاليه؟ كل هذا بنعرفه. نعطي بوردر مثلا 1 بكسل، سوليد مثلا، ولونه مثلا فليكن اسود، تمام؟ هذا على صعيد اللي هو فهم هذا الموضوع. اللي سويته انا فقط ايليمنت بالشمال اسمه اس كيو ار، ما في اي اشكال، كل هذا بنعرف هذا كل الكلام نكرر، تمام؟ الان هذا الايليمنت احنا وين تحكمنا بالايليمنت واعطينا الستايلنج او اعطينا او اي شيء قمنا فيه من خلال الستايل شيت؟ وهذه ليست برمجه، هذا انت فقط اعطيته خصائص صفات ستايلنج. الان اذا بدك تتحكم فيه كبرمجيا، اذا تحكمت فيه من ملف اسمه سكريبت، سواء بيعطيه ستايل سواء بيعطيه اي شيء اخر، تمام؟ ها من ملف سكريبت الفكره، فانت هذا يسمى موضوع الدوم. يعني انت لما تتحكم بهذا الامر وتطبق عليه جميع اي فكره من ملف السكريبت هو يسمى دوم، من ملف الستايل لا ما لوش دخل. فهمت كيف؟ يعني الموضوع ان شاء الله في غايه البساطه. يا طيب الان كيف انا ممكن اتحكم بهذا الامر؟ اول شيء بنزمك اكيد ملف اتش ام ال، اكيد، وملف سكريبت، وهذا السكريبت مربوط ملف اتش ام ال، لانه هذا السكريبت احنا بنكتب فيهم الاكواد البرمجيه ونطبقها على الاتش ام ال. طيب عندي انا الاليمنت، الاليمنت هذا انا من خلال الستايل شيت كيف حكيت له اعطيه الهايت والويث والبوردر مثلا، تمام؟ بس ببساطه انا اديته از سيلكتورز بالاي ديز، والاي دي تتنادى بالسي اس اس باستخدام الهاش، وانا اديته بالاسم اسم الاي دي واعطيته هذه الصفات. الموضوع جدا بسيط. طيب نفس الطريقه، نفس طريقه الفهم اتحدث من خلال السكريبت، انا ممكن اعطيه قيم زي الهايت والويث والبوردر والباك جراوند وغيرها من القيم على مستوى الستايل، ومش بس الستايل، وامور جدا كثيره. لكن الفكره انا اذا قمت بتغيير صفات هذا الاليمنتس من السكريبت فقط، هذا يندرج تحت مواضيع الدوم، تمام؟ الموضوع ان شاء الله في غايه البساطه. طيب الان اهم جمله في مواضيع الدوم، في موضوع الدوم، اي جمله تبدا بكلمه دوكيمنت، هذا ما بعد هذه الكلمه هو موضوع الدوم. طيب شو دوكيمنت هذا؟ شو المقصود فيه؟ انا راح اتحدث لك ان شاء الله بالتفصيل. الان هذا ملف اتش تي ام ال، الان احنا مش في عندنا اوامر برمجيه مثلا اف، في عندنا امر برمجي مثلا واي، في عندنا امر برمجي اسمه فور، في عندنا امر برمجي كجافا سكريبت اسمه دوكيمنت، امر، هذا امر، امر ثابت، تمام؟ انت باللحظه اللي كتبت فيها دوكيمنت، هذا ملف السكريبت وين مربوط؟ بهذا الملف اتش تي ام ال. طالما هذا الملف مربوط بهذا الاتش تي ام ال وكتبت هذا الامر دوكيمنت، إذا أنا الآن سأصل إلى هذا الدوكيمنت، هذا يسمى الدوكيمنت، تمام؟ أي أن أنا قادر على الوصول لأي شيء متوارد داخل هذا الدوم. ليش؟ ببساطة لأنه أنا عندي ملف سكريبت، وهذا ملف سكريبت مربوط في الـ HTML. نعم مربوط، نعم هذا مربوط في الـ HTML، يعني قادر قراءته من خلال الـ HTML. كتبت هذا الأمر، الآن
هذه الدوكيمنت في كثير من القيم او اوامر اللي انا ممكن اطبقها على هذا الاتش تي ام ال كثير، بمجرد انك تريد تحكي طيب هذا الدوكيمنت زي ايش اوامر، وكاني اتحدث عن تفريعات. التفريعات تنطلق من خلال كلمه دوت، تمام؟ اذا انا بالدوكيمنتات شو بدك تسوي فيه؟ في هناك تفريعات اعطاني خصائص كثيره، في مثلا شو اللي بالضبط، في كثير من الامور ممكن اضيفها. شو هذا اللي ظهر لي؟ سنتحدث عنه. يعني هذه كلها تسمى ميثودز. طب شو يعني ميثودز؟ شو معنى كذا؟ يعني ما تسالني هذا الان، سنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله، بس الفكره خذ انت الفكره والاساس، انه انا في امر كبير جدا اسمه دوكيمنت، اذا انا بقدر الان اتحكم بهذا الدوم. التحكم بهذا الدوم لا يقتصر فقط على الستايل او تغيير الكلام، تقدر تغير كلام، تقدر تغير صفات، تقدر تسوي اي دي، تقدر تضيف ايليمنت، تقدر تحذف ايليمنت، تقدر تعدل، تقدر تضيف. فعشان هيك في عندي تفرعات كثيره من الاوامر. لاحظ كل هذه تسمى اوامر برمجيه، تمام؟ طيب شو هذه الاوامر البرمجيه؟ في كثير من اشهر الاوامر اللي انا بدنا نتكلم عنها ان شاء الله، في امر يسمى الجيت ايليمنت باي اي دي، هو ثاني خيار، تمام؟ يعني اول شيء دوكيمنت، في اوامر كثيره. من الاوامر اللي بدنا نتكلم عنها، اي امر يبدا بدوكيمنت هذا يندرج تحت مفهوم الدوم، تمام؟ الدوكيمنت اوبجكت موديولز. طيب الان هذا الدوكيمنت اوبجكت موديولز هذا، تمام؟ فيه كثير من الاوامر، يعني دوت كذا، دوت كذا، دوت كذا. مين دوت كذا؟ اول كذا بدنا نسويه ان نتعرف عليه جيت ايليمنت باي اي دي. طبعا الترجمه الحرفيه لجيت ايليمنت باي اي دي، جيت احصل او احضر ايليمنتس، الايليمنتس باي بواسطه اي دي، بواسطه الاي دي، لانه نعرف انه في ايليمنتس له اي دي. اذا انت اذا كان عندك ملف الاجتماع ايليمنتس وفي له اي دي، بامكانك انك تمسكه. كيف تمسكه؟ هذه الجيتس ايليمنتس باي اي دي ما بتنكتب بهذه الطريقه. كيف بتنكتب؟ طب انت كاتبها زي هيك؟ لا، تنكتب بهذه الطريقه، جيتس ايليمنتس باي اي دي، وتفتح اقواس، تمام؟ طبعا هذه الاقواس تسمى بارامترز، سنتحدث عنها لاحقا كمان ان شاء الله قريبا باذن الله، تمام؟ لكن هذا الدوكيمنت في هناك شيء اسمه ميثودز، هذا يسمى ميثودز. طبعا انا زي ما تكلمت الميثودز والبروبرتي والفانكشنز وهذه الامور ان شاء الله سنفصلها، مش قريبا يعني، قصدي يعني اليوم ان شاء الله نتحدث عنها. وعشان هيك محاضره اليوم جدا جدا في غايه الاهميه ان شاء الله. دوكيمنت، هناك كثير من الاوامر. في امر برمجي، خلاص هيك هذا هو الامر البرمجي، مثل ما تكلمنا مثلا بالاف ستيتمنت هذا، مش حكينا انه هذا يسمى بارامترز، وحكينا اقواس، لا تحكي اقواس مره ثانيه. نفس الطريقه هذه الاقواس نفس الفعل اللي جيتس انا بيطلع بداخل هذه الاقواس، شو بتحط؟ ولك بتضيف جيتس اليمنت باي اي دي. اذا شو بدك تكتب بهذا المكان؟ اي دي. اذا انت بدك تمسك اي دي. انا عندي اي دي واحد حاليا في داخل الباد اسمه اس كيو ار، هل في عندي اليمنتس بواسطه الاي دي؟ نعم نعم. بقول لك شو اسم هذا الاي دي؟ اس كيو ار. طيب خلينا نضيفه. بقول لك هذا الاس كيو ار تمسكه، طبعا موجود از سترينج، يعني بنفس هذه الطريقه تمسكه هذا بتضيفه بهذا بنفس الطريقه اس كيو ار. اذا الامر اللي صار معي دوكيمنت، وصلت الى هذا الاليمنت المربوط، تحديدا احضر لي الاليمنت اللي اسمه جيت اليمنت باي اي دي، وكاني انا مسكت هذا الاليمنت تحديدا. طبعا الان انت طالما انك ماسك هذا الايمان، صدقا انت قادر على تغيير اي شيء بداخله، تحذفه، تضيف، تعمل ستايل اللي بدك اياه. انت هون امر برمجي قادر على القيام. طبعا هذه تحذف، تعدل، تسوي، تضيف، هذا كله هذا سنتعلم، تمام ان شاء الله. طب بس الفكره الان عشان تقدر تطبق، تحذف، تضيف، تعدل، تضيف كذا، لازم تمسك هذا الاليمنت، تحكي له شو وين شو اللي تسوي انت، على اي شيء بدك تطبق على هذا الاليمنت. هذا الامر يدور على انه، فاذا ان شاء الله كل ما تشوفني كاتب هذا الامر، اعرف مباشره انه انا اقصد هذا الاليمنت، او انه بدي انادي اليمنت معين بواسطه مثلا الاي دي. نعم في هناك اليمنت بالدوكيمنت موجود اسمه اي دي، في مشكله؟ ما في اي مشكله انا شايف لحد الان، لكن هي هذا الاستراكشر الكتابه. طيب الان مثل ما حكينا الدوكيمنت شيء كبير يتفرع منه كثير من الاوامر، حطينا الان مثال بسيط مثل جيت ايمنت باي اي دي، كمان الجيت ايمنت باي اي دي بقول لك انت هذا الامر يتفرع منه كثير من الاوامر، اذا تقدر تسوي فيه كثير من الامور. مثل على سبيل المثال بدنا نغير، لانه نحن نعرف امور الستايل، بدك تغير في ستايل. مثلا احنا عندنا هذا الاليمنت المتواجد معنا بهذه الشاشه بوردر، في له باك جراوند؟ لا. نقدر نضيف باك جراوند؟ نعم. كيف؟ نروح على ملف الستايل شيت بنضيف باك جراوند. انا ما بدي اياه بهذه الطريقه، بدي اياه ملف سكيلز. كيف؟ الان هذا الاليمنت في له ستايل، بما انه في له ستايل، طبعا في له كثير من الامور في له ستايل،
في له مثلا تقدر تضيف كلام من اسفل، ممكن في له مثلا اي ديز، في له كلاسز، في له كذا، كثير من الامور. فكره احنا واحده واحده، في له ستايل صح؟ طيب هذا الاليمنت اللي له ستايل تيجي تحكي له دوت ستايل، اذا كمان في له تفريع ايش اسمه ستايل. اذا انا بدي اتحكم مش بس بهذا الاليمنت اللي ماسكه، بدي اتحكم بالستايل. ولاحظ انا التفريعات وكاني بدخل تفريع 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 فرع، تمام؟ من خلال الدوتس دوكيمنت اوامر كثيره. في من ضمن الاوامر في جيت اليمنت باي ايديا، جيت اليمنت فيها اوامر كثيره من ضمنها الستايل، تمام؟ الان الستايل في له قيم كثيره وخصائص، مثلا الهاي ويث بوردر باك جراوند فونت سايز بوردر راديوس مارجن، بعد كثير من القيم صح؟ شو اللي بدك اياه بالضبط؟ مثلا احنا اخذنا اكزامبلز، بدي اغير اللي هو الباك جراوند كلر لهذا الاليمنت. يا سلام، اذا بالستايل في هناك خاصيه تسمى الباك جراوند كلر، صحيح؟ تمام ممتاز. اذا انا طلعت دوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي تو ستايل باك جراوند كلر تحديدا. يا سلام، الان الباك جراوند كلر احنا بهذا المكان مثلا صح، مش نعطيه ونقول لك تعطيها قيمه، شو هي القيمه اللي بدك تضيف؟ انت تحذف اياها بهذا المكان، ما بدنا اياها بهذا المكان، بدنا اياها من السكريبت. تقول له هذه القيمه لهذا الايمنت تساوي كذا. شو اللي كذا؟ انت بتضيف القيمه، فلتكن مثلا جرين. احنا مش احنا بنقدر بالستايل نضيف قيمه جرين لهذا الايمنت؟ نقدر. طب احنا هذا الامر اعطيناه من السكريبت، خلينا نروح نعمل هذا سيف ونروح نتفرج على هذا ونعمل له ريفرش. بنلاحظ انه هذا الايمنت اخذ هذه القيمه اللي اسمها جرين. انا ضفتها من الستايل؟ لا، من ضفتها من السكريبت. ضفتها من السكريبت، اذا هذا موضوع يندرج من تحت قائمه الدوم. اتمنى انه الموضوع بسيط للفهم، تمام ان شاء الله. يعني انا بقدر اتحكم بهذه الايمنت، اضيف واعدل على كثير من الامور، تمام ان شاء الله. طيب اذا الامور لحد الان تمام، انتقل للخطوه اللي بعدها. ان شاء الله الامور بسيطه، وانا اقوم بشرح مفصل ان شاء الله، وتكون الامور بسيطه. دوكيمنتس اوامر كثيره، داخل اوامر كثيره هاي في اسمه جيت اليمنت باي اي دي. الفكره اوامر كثيره احنا اخذنا فقط الجيت اليمنت باي اي دي، يعني لو ناخذ امر ثاني فهناك في اوامر جدا كثيره تتعلق فيها، لكن احنا اخذنا الجيت اليمنت باي اي دي، في كمان لها كثير من الاوامر ممكن اتحكم فيها من ضمنها اخذنا فقط الستايل. الفكره في كثير من الاوامر، هذه الكثير وكثير 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 ما بتقدر انت تحفظها الا انت اذا قمت بالتطبيق، والتطبيق يجب الممارسه، والممارسه هو افضل طريقه للحفظ او الفهم، والممارسه هي اللي راح ناخذها ان شاء الله خلال المحاضرات. فانت لا تابى ولا تتوكل هم هذا الموضوع ان شاء الله، سنتعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات. والستايل كمان فيه كمان قيم كثيره، والدليل هذا الستايل، ملف الستايل مش فيه قيم كثيره مثل الهايت والويث والبوردر، احنا اخترنا فقط امر بسيط، يعني تقدر تختار الباك جراوند كلر، تقدر تختار مثل الويث الهايت البادنج وكثير من القيم، فهي فقط اختيارات. الان وصلت الى اخر شيء، خلاص تظل بس تنتظر منك القيمه الجديده جرين. اذا انا عمل الان شو سويت؟ انا سويت بالضبط امر برمجي في تغيير خصائص اليمنت من خلال ملف السكريبت، اذا انا طبقت موضوع الدوم 100%، تمام ان شاء الله. طيب الان بدي اتكلم بموضوع كمان يفترض جدا مهم لكن مختلف عن موضوع الدوم، ايش اسمه الفانكشن. ايش اسمه؟ الفانكشن، تمام. الان شو هو هذا الفانكشن؟ فانكشن هي طريقه عمل او مجموعه اوامر او مجموعه افكار، او تخيلها عن عباره عن مجموعه اوامر لا تتطبق الا انت بس تؤمر في تنفيذ هذه الاوامر. يا سلام، وانا كيف ممكن اؤمر؟ كيف ممكن مثلا احدد؟ الان عشان تقدر تحدد متى تشتغل هذه الاوامر ومتى يتم تطبيقها، بدك تفهم موضوع الفانكشن. طب شو قصدك في الاوامر؟ انا لما سويت هذا الامر، هذا بحد ذاته امر، يعني وكاني حكيت هذا بحد ذاته هو امر واحد، انه انا هذا الاليمنت من الستايل تبع الباك جراوند اعطيته هذا الجرين. ببساطه انا لما اغير اي شيء او افعل اي شيء هذا امر، صحيح هو كوماند. هذا الامر انت يجب ان تتحكم في وقت ومتى وليش تستخدم ومتى يتم تنفيذه. طيب احنا فعليا اول ما عملنا ريفرش هذا الامر تم تنفيذه، ليش؟ لانه ملف ال HTML المنطقي مربوط بالسكريبت، وكانه بينادي هذا ملف السكريبت براوزر بيشوف كل الاوامر وبينفذها مباشره. طيب انا ما بدي كل شيء يتم تنفيذه اول ما يشتغل الفايل او يشتغل البروجكت، لانه انا بالنهايه بدي اكون متخيل انا اللي بدي اسوي، اسوي بروجكت كامل. يعني تخيل انه عندي بروجكت فيه كثير من البوتونز، وفيها كثير مثلا الصفحه الرئيسيه، صفحه ال
الاخبار، صفحه التواصل معنا، مثلا قلت مثلا تسجيل دخول ساين اب فوق الباسورد. تخيل طبعا هذه كلها مبنيه على اوامر، اي ان كل زر او كل مكان يتم الضغط عليه في خلفه اوامر برمجيه. تخيل انه انت بس تفتح هذا البروجكت كل هاي الاوامر يتم تنفيذها، يعني زي كانك انت ضغطت على جميع الاوامر، عملت ساين اب وساين وعملت مثلا الذهاب للصفحه الرئيسيه والذهاب لصفحه اللوج ان وتسجيل الدخول كلهم مع بعض، كبست عليها ضغطت عليها مره واحده، هذا شيء غير منطقي. فالفكره انه انا بس اضغط على زر اللوج ان يحدث اوامر اللوج ان، لما اضغط على زر ساين اب يعمل امر الساين اب، لما اكبس على مثلا الصفحه الرئيسيه يعني يفعل هذا الامر. الفكره انه انا بدي اربطه مع احداث، وهذه الاحداث لا تنطبق الا عن طريق الفانكشن. يعني تعريف الفانكشنز، انا في عندي اوامر برمجيه، هذه الاوامر البرمجيه يتم اضافتها داخل كيرلي براكتس، تمام؟ يعني امر واحد، لا قد ما بدك من الاوامر، تضيف قد ما بدك من الاوامر، يعني هذه الاوامر بغض النظر تمام متواجده داخل بلوكس معين. هذا البلوك تحكي له ما يتنفذ الا بس انا امره. طيب بناء الامر على ايش؟ انت هذا اللي تحدده كديفلوبر. في هناك الكثير من الاحتمالات والصفات والخصائص والفيتشر، اصلا انت بتقدر تميز حالات، هي حالات. طيب الان بس قبل ما ندرس الحالات بدنا نعرف شو هو الفانكشن. الفانكشن هو عباره عن امر برمجي يعرف برمجيا بكلمه فانكشن، وله اسم، خلينا نضيف اسم تيست، وله باراميتر وله بادي. انا الان شو اللي سويت؟ هذه الاوامر، الامر او مجموعه الاوامر البرمجيه تمام لا يتم تنفيذها الا انا بس احكي يا الفانكشن اللي اسمك تيست مثلا، او الاسم اللي انت كتبته مثلا هذا الاسم بغض النظر تمام، يا تيست اشتغل، بروح بنفذ هذه الاوامر. هذا الان حققت فكره انه انا ما بيتم تنفيذ الاوامر البرمجيه الا عند حاله معينه. ومن اشهر الحالات او الحدث، شو يعني حالات؟ يعني قد يكون مثلا امر معين من اشهر الاوامر، انت مثلا لما نضغط على زر اللوجن اسمك ضغطت، يعني عملت كليك، هذا حدث، ضغطت كليك نادي لي هذه الاوامر، هذا حدث. اذا حدث تنفيذ هذه الاوامر اللي هو بس المستخدم يضغط كليك على المكان الفلاني، صحيح حدث. قد تكون الاحداث بطرق واشكال مختلفه، يعني كولز، احسنت يا غزل، يعني كولز، يعني انا تنفيذ هذه الاوامر وكاني بنادي، بنادي طبعا ترجمه حرفيه لها كول، يعني كول مش بمعنى اتصال، كول يعني انادي، مثلا انا اتصلت او ناديت هذا يا تيست خلاص اشتغل، تمام ان شاء الله. طب كيف يتم مناداه هذا الاسم تيست؟ طبعا احنا بالوضع الطبيعي هذا امر برمجي فعليا لما عملنا ريفرش كان شغال، الان تنفذ هذا الامر لم يتنفذ، والدليل هي ما صار لونه اخضر، اي لم يتنفذ هذا الامر لانه ينتظر مني ناديني باسمي يا تيست احكي بس تيست، انا جاهز اني انفذ كل الاوامر اللي بدي اخي. طبعا احنا كديفلوبرز المناداه بيننا وبين نفسنا بنعرف انه في عندنا شاشه اسمها الكونسول تتعلق في اوامر البرمجيه، اللي انا من خلالها يتم طباعه الاوامر البرمجيه وتنفيذ كثير من الاوامر. يعني انت هذه الكونسول ان كانت ان تعرف متغير مثلا اكس اي مثلا يساوي 10 ما في اشكاليه، تمام؟ مثلا تحكي له كونسول لوج تكتب بهذه الامر ككتابه برمجيه ما في اشكاليه، كونسول لوج مثلا تمام، هذا كونسول لوج مثلا الاي اللي قمت باضافتها، يعني انا هي هذه ال10 كاني قاعد بكتب اكواد برمجيه بهذا المكان. تخيل انه انا هذا السكريبت هو نفسه مكتوب بهذا المكان، طبعا انا يعني بس عشان امسح كل شيء هذه المسح. الان بامكانك انك تنادي هذه الاوامر، طبعا انت ككونسول تقدر تنادي، كيف قلنا تنادي؟ بس بمناداه اسمه، يعني بمجرد انك تحكي يا تيست تمام، الان انت قمت بمناداته قبل ما اعمل انتر، طبعا انت لما تستعمل انتر يعني ناديته. الان التيست شو اللي بيعمل؟ بينفذ الاوامر، والاوامر اللي بداخله انه يسوي لي هذا المربع اللي اسمه اس كيو ار لانه اخضر. الان قمت بمناداه الاسم، فاذا اعمل انتر لاحظ نفذ الاوامر اللي بداخله بس بمجرد اني ناديت هذا الاسم تيست، بس حكيت تيست انتهى الموضوع، تمام؟ فانا مثلا على سبيل المثال كلمة تيست ما بتعجبني، مثلا كان في عندي فانكشن اسميها مثلا جرين، مثلا جرين كا سي، مثلا اختصار لكلمة جرين كلر، مثلا اسميه جرين كلر تمام، وعندي مثلا اللي هو بيسوي اللون جرين،
وعندي فانكشن اخر اسمه مثلا رايت كلر، رايت نسميه ريت، ما في مشكله، ريت كلر بيسوي لي الفانكشن لونه ريت، تمام. طيب الان عندي هذا الاوامر، هذا الامر راح يتنفذ، تخيل كل اوامر تنفذ مع بعض، راح يسوي لي احمر ويسوي لي اخضر، وهذا غير منطقي. الان بس انادي هذا الفانكشن ينادي لي الاوامر اللي بداخله المتعلقه اصلا باسمي، بس انادي هذا الفانكشن ينادي الاوامر اللي بداخله. طبعا انا كتبنا امر بسيط وامر واحد، تخيل انه الاوامر اللي بالداخل تكون امر او عده اوامر كثيره ان شاء الله من الاوامر، تمام ان شاء الله. بس احنا لازم نفهم المبدا. فالان نرجع على الكود تبعنا، الان انا غيرت اسماء الفانكشنز. الان في عندي فانكشن بيسوي لي هذا المربع اللي باللون الاخضر، بس بتنادي اسمه، كان اسمه ايش؟ كان اسمه جرين كلر، صحيح؟ هذا اسمه جرين كلر. الان المناداه، منادات الاسم مع البارامترز، بهذه الطريقه بتنادي الاسم مع البارامترز. مجرد انك تعمل انسر صار اللون اخضر. طب في عندي كان امر اخر اللي بيسوي لي اللون احمر اسمه ريد كلر، صحيح؟ مناداته مع البارامترز، تحط الانسر صار احمر. وش ليش صار احمر؟ لان انا ناديت هذا الامر هو سوى لي لون احمر. فانت كل ما تنادي امر، الامر هو بينفذ الاوامر اللي بداخله، ترجع تنادي جرين مثلا كلر مع البارامترات، تعمل انسر راح سوى لي احمر. فالان قربنا نوصل للامور البرمجيه، يعني هذه الطريقه اصلا برمجه، كل البرمجه انا بناء على حدث معين يصير. طبعا انا هل من المنطق مثلا مستخدم يفتح الكونسول المستخدم العادي؟ احنا اصلا كديفلوبرز شو وظيفتنا؟ انه نسوي اشكال سهله الفهم كي جود يوزر انترفيس ويتفاعل مع المستخدم. اكيد المستخدم ما بيعرف شو هو الانيمنتس ولا الكونسول ولا هذه الامور ولا انسبكت انيمنتس اصلا، صحيح؟ ولا حتى هذه الاوامر البرمجيه. الاصل انك تقوم بعمل بوتن معين، حدث معين، ايفنتس معين، ومن اشهر الاحداث والايفنتس اللي قد يستخدمها المستخدم، تمام؟ اللي هي الازرار، صحيح؟ يعني البوتونز، تمام. طبعا في هناك بسيط طبعا، انا لاي شيء اقوم بتطبيقه بالكونسول هذا، الاصل انك انت اصلا زي كانك بتنفذه بملف السكريبت. فالاصل انت اصلا تتم تنفيذه بملف السكريبت، يعني اصلا احنا بهذا المكان ممكن اناديه، ما في مشكله، يعني في سؤال غزل بس يعني مثلا هذا، هاي انا قمت بمناداته، فهذا امر مناداه. ففعليا اول ما اشغل البروجكت راح ينادي هذا الامر ويقوم بتنفيذه، يعني اول ما اعمل ريفرش راح يكون لونه احمر، فبالطريقه هاي انا ناديته، تمام. بس الفكره يعني انا لما ناديته كانه يعني ما سويت الفانكشن اصلا، تمام. اكيد غزل ان شاء الله. طيب خلينا نكمل ان شاء الله. من اشهر انواع الاوامر اللي ممكن المستخدم يتفاعل معها الازرار، صحيح؟ يعني مثلا بوتن معين اكون عامل له اياه، اقول له بس تضغط عليه نفذ الامر الفلاني. طيب كيف يتم تنفيذ الاوامر بالبوتنز؟ البوتنز هو عباره عن المنت يظهر بالشاشه، اسمه بوتن، تمام؟ بتضيف الاسم اللي بدك اياه، مثلا تست، ما في اشكاليه. باللحظه انت سويت هذا الشيء، انا لما انشات هذا البوتنز بس كتبت بوتنز، كتبت بالداخل تيست، انشا لي بوتونز وبالداخل مكتوب تيست، في مشكله؟ لا. من وظائف البوتونز انه بس تضغط عليه مثلا يصير حدث معين، صحيح؟ حدث شو معناته؟ ايفنتس، ايفنتس يعني حدث، تمام؟ الاحداث اشكال، اما عن طريق الضغط، اما عن طريق انك مثلا تاشر عليه، اما عن طريق في كثير من الحالات، اما عن طريق وقت، وهذا كله راح نجي بالتفصيل، لكن من اشهر الاحداث يعني المستخدم نفسه يضغط على الاوامر، صحيح؟ انا بدي بس يتم الضغط على هذا البوتون يصير هذا المربع اخضر. كيف؟ انا عندي امر برمجي بيسوي لي هذا المربع اخضر، هذا هو. وهذا الامر البرمجي لا يتنفذ الا عند منادات هذا الكول. فانا يتبقى علي عند الضغط على هذا الاليمنت تنادي فقط هذا الكول اسمه جرين كلر، صحيح؟ طيب كيف ممكن احكي له عند الضغط؟ في هناك تعلمنا انه اي اليمنت له خصائص، صحيح؟ مثل الاي دي، مثل الكلاسز، مثل الكثير من الاوامر، صحيح؟ مثل الايمج فيها السورس والكثير. البوتون كمان لها خصائص، ومن اشهر الخصائص المتواجده في البوتون شيء اسمه اوني كليك. شو يعني اوني كليك؟ هناك خاصيه تعني انت عند الضغط علي شو اللي يصير بالضبط. فانا هذه الخاصيه لما اضيفها اوني كليك، وكانه عند الضغط علي شو اسوي بالضبط، في عندنا هنا اسمه المناداه. بحكي له عند الضغط علي نفذ لي هذه المناداه اللي بتعمل جرين كلر. نيجي الان نعمل سيف، نروح على هذا الريزلت. الان نيجي نعمل، احنا نفذ هذا الامر، اشوف نظبط. طبعا الموضوع ده الاون كليك نادي هذا الفانكشنز، احنا ما بدنا ننادي بهذا المكان بشكل تلقائي، لا. نيجي نضغط عليه، لاحظ انه صار اللون اخضر. فاحنا شفنا تسلسل الحالات، في عندي امر اسمه ايفنت، هذا الايفنت بحكي لي عند الضغط علي
سوي الاشي الفلاني، الاشي الفلاني اللي بدي اياه انا انه يقوم بعمل تنفيذ، يصير هذا المربع لونه اخضر مثلا، تمام؟ وعندي امر بسوي اللون الاخضر، هذا هو الامر. ما راح يتنفذ ابدا الا اذا ناديت هذا الاسم، فمسكت هذا الاسم قلت له على نكلت نادي لي هذا الاسم، فبالتالي انا قمت ببرمجه هذا البوتون، وظيفته يقوم عمل لون اخضر. طبعا انا لان الوظائف لها علاقه بطريقه التنفيذ، من المنطقي بدل ما اسمي هذا البوتون اسمه تيست مثلا اسميه جرين، اي الفكره انه انت عند الضغط على هذا البوتون اسمه جرين بيسوي لي الشكل جرين. يعني انا باللحظه لو سويت بوتون ثاني وسويته مثلا ريد وحكيت له نادي لي الفانكشن اللي بيسوي ريد، يعني له دخل له على بالمسمى وتنفيذ امره وتنفيذ الامر المتعلق فيه، تمام؟ هذا هو الامر، تمام؟ يعني انا البوتون اسمه ريد بنادي اسمه ريد، والجرين اسمه جرين بنادي اسمه جرين، فانا كاني برمجت حالات وحدة حالات معينه. هذا ريفرش في تو بوتونز، واحد اسمه جرين وواحد اسمه ريد، عند الضغط على ريد بيصير احمر، عند الضغط جرين بيصير جرين. فاحنا هذه الامور هيك احنا قدرنا نبرمج الحالات في تنفيذ اوامر. وهذا الموضوع طبعا كلها مترابطه، الاحداث الفانكشنز التحكم بالاليمنتس، اي هو موضوع الدوكيمنت والفانكشنز. الى الان ان شاء الله الموضوع تمام، استقبل اي اسئله او استفسارات، في حال وجود اي اسئله او استفسارات قبل ما انتقل للموضوع اللي بعده، لان الموضوع اللي بعده يندرج الفهم على فهم هذه الامور، تمام؟ طبعا هناك بعض الاستفسارات، لو بدي ارجع للون الطبيعي، طبعا انت هل انه ممكن نرجع للون الطبيعي؟ طبعا هذا الفكره من هذا الاساس، انت الاليمنتس بحد ذاته باللون الطبيعي باي ديفولت بيكون اللي هو اللون الوايت، بس انت ما بتكون شايف هذا الشيء. يعني مثلا هذا البوتون باي ديفولت يكون ماخذ خصائص من البراوزر، على سبيل الباك جراوند كلر دور عليها الا ما تلقاها، هذا الديسبلاي تكست الاين بوكس موديولز، باك جراوند كلر اللي هو هذا اللون اللي سويت زي اللون السكني هذا، تمام؟ على سبيل البوتونز او الديفز باي ديفولت اصلا الا الاليمنتس بكون لونه ابيض، فانت ممكن على سبيل المثال، تمام، تحكي له مثلا يكون في عندي امر برمجي على هذا، على سبيل مثلا هذا الجرين يكون مثلا القيمه تساوي نان، تمام؟ تماما. فمثلا هذا ريد وهذا تعمله جرين، فانت قمت بضيف قيمه نان، بس فعليا قيمه نان ليست قيمه باك جراوند كلر، فانت ممكن على سبيل المثال هو الاصل يكون لونه ابيض، واللون الابيض هو اسمه وايت، تمام؟ تحكي له مثلا عند الضغط عليه يصير مثلا يرجع لونه وايت، يعني ريد رجعناه مثلا وايت. لكن بما انه بنفس المفهوم ممكن تعمل لك مثلا بوتون اخر تسميه مثلا ريسيت، تمام، اللي تفقد هذه الخاصيه مثلا ريسيت على سبيل المثال، تمام ممتاز. ترانسبيرنت، نعم، الان الترانسبيرنت الاصل شو الترانسبيرنت؟ يعني اللون الذي خلفه، اللون اللي ياخذ اللون الذي خلفه، تمام، انه هو اصلا مش فعليا اللون الوايت، لكن انا على صعيد الفهم اللي هو الترانسبيرنت هذا يعني ياخذ اللون الذي خلفه، مثلا اذا كان البادي مثلا فعلا انت صدقت يعني مثلا صحيح يعني، لكن انا فكرت انا موضوعنا لو تحديث افكار، نعم هو ترانسبيرنت، احسنت يا بدر، تمام. هو مثلا عندي بادي، انا مثلا كان عندي البادي لونه مثلا الباك جراوند كلر، باك جراوند كلر مثلا كان لونه مثلا ريد، لاحظ مثلا على هذا قبل ما اضيف الوايت، طبعا ضفت الوايت على جنب رايت كليك بهذه الطريقه على سبيل هذا البادي، تمام، نحكي له مثلا البادي هذا مثل له باك جراوند كلر، مثلا باك جراوند كلر مثلا ريد، لاحظ هذا الايمان صار ريد، ليش؟ لانه نفس اللون اللي خلفه وكانه شفاف، يعني ما لا يوجد له لون، بس احنا لانه كانت لون الخلفيه بيضاء، يعني ممكن انت مثلا تضيف له لون البيضاء، لكن الاصل ممكن انه يعني تضيف له الترانسبيرنت بمجرد، يعني هذا الوضع الطبيعي يكون ترانسبيرنت، يعني ينقل ما خلفه، تمام، ينقل ما خلفه فعليا صدقا اللي هو صحيح يعني. بس انا الفكره انه ان تجيبها كالوان، مثلا احنا في عندنا مثلا الباك جراوند كلر هو بالوضع الطبيعي باك جراوند كلر بهذه الطريقه، والباك جراوند كلر باك جراوند كلر، نعم، لكن اصلا علشان ما حد يسال مثلا هذا كل هذا ايش بنتكلم عنه ان شاء الله، هذا الباك جراوند. وفي ايش اسمه ترانسبيرنت مثل ما قالت غدا، نعم ترانسبيرنت هو اصلا يكون ياخذ لون الخلف، بس الفكره انه اللون الخلفي ممكن يكون لون خلفه وياخذ اللون الفعلي، فالان يعني ممكن تكون فقط خاصيه الريست او غيرها، لكن يعني هنا اقرب للمنطق. الاصل يعني البوكس في البدايه يكون لونه ابيض، تمام، مثلا الانسان اصلا يعني بالبدايه بما انك بدك تضيف باك جراوند فاصلا لازم يكون في الستايل له باك جراوند، فلما تعمل ريست ترجع للقيمه الاساسيه، هذا المقصود بالريست، الريست يعني ترجع للقيمه الاساسيه،
تمام ان شاء الله. لكن القيمه الاساسيه فعلا هي كانت في البدايه اللي هي مخفيه، يعني ترانسبيرنسي، او كانها تظهر ما خلفها. فممكن ما في مشكله ان يكون نضيف مثلا زر بوتن اخر، مثلا نسميه مثلا ريسيت كلر، ريسيت كلر بهذه الطريقه. وهذا مثلا هذه قيمه الكلر تكون هي الترانسبيرنت، يعني الطريقه اللي تضيف للترانسبيرنت وترجعها كما كانت عليها. تمام صحيح ان شاء الله. طبعا انا يعني كمفهوم، يعني مثلا هذه الريد ترجعها مثلا على مستوى الدقيقه، انا اتوقع على هذا الفانكشن اللي اسمه الريسيتس، هذا ناخذه كوبي على هذا الفانكشن نضيفه، كنا بس يتبقى هو نادي الاسم، ما كنا نادي الاسم، نجي نعمل ريفرش. تمام بس نعمل سيف، معمول سيف الان، هذا ريدز، هذا ريسيتس للبدايه، فرجعناه. فالجرين الجرين طبعا وايت، احنا كنا ضايفين وايت، هذا خاطئ اللي هو اصلا يرجعها جرين. تمام وهذه الطريقة احنا قمنا بعمل اللي هو ايش؟ ريسيت لمستوى هذا الكلر، فكان جرين ريد، جرين ريد، ورجع لها ريسيت. بس الفكرة من الريسيت يعني ممكن ترجعها مثلا كانت، او بالاصل نفترض انه في البداية احنا اصلا نريد طريقة الفيلم، يعني هذه مثال جدا بسيط، الفكرة انه كيف اصل واتحكم في كامل الاليمنتس على سبيل المثال على مستوى الاليمنتس المتواردة عندي انا في البادي. فهذا هو الموضوع اللي احنا نتحكم في، يعني نتحدث فيه ان شاء الله. تمام يعني فعلا هو الترانسبيرنت، ترانسبيرنت يعني انا اظهر ما خلفي، اظهر ما خلفي وكأن فراغ، انا فراغ، ما خلفي في البياض مثلا صار ابيض، فاصبح باي ديفولت بلون. طبعا احنا يعني الان هذا ليش ابيض؟ خلاص هو هذا الان البضيع على سبيل المثال الان، يعني ما له قيمه، اللي هو اصلا قيمته البدائيه تكون هو باللون الابيض. تمام في البدايه يعني ما بيقول لك واحد خاصه في البدايه تكون له باللون الابيض، تخيل شفاف، يعني شفاف شوي تظهر ما خلفه، مش منطقي فقط ان شاء الله. فعليا الريسيبت نعم الافضل مثل ما تكلمت غزل، صحيح سنت. تكون القيمه اللي هي ترانسبيرنت، نعم صحيح ان شاء الله. تمام الان الى الان يعني شو اللي سويناه بالضبط؟ اوامر برمجيه بتسوي تغير ستايل باك جراوند لإليمنتس، إليمنت متواجده في الاشتمال. طبعا عندي إليمنتس واحد انا اللي هو الاس كيو ار هذا، الان هذه ما تتنفذ، تخيل كل اوامر تتنفذ مره واحده، مش منطقي. تمام انه اصلا من المنطق تنفذ اخر امر، يعني بعطيه جرين ريد بعدين اخر شيء بعطيه ترانسبيرنت، لا انا بدي بس تنادي الجرين تنفذ اوامر الجرين، بس تنادي الريد كلر تنفذ اوامر الريد كلر. وهذه اصلا تعريف البرمجه الحرفيه مثلا. تمام يعني انت تبرمج، هذه هي البرمجه، انا ابرمج الحالات عند الضغط عند الكلام. الان لما احنا تكلمنا عن موضوع الاحداث، من اشهر انواع الاحداث اللي اوني كليك على هذا البوتنس، اوني كليك ينادي هذا الامر، علما ان هناك في كثير من الاحداث اللي سأتكلم عنها ان شاء الله لاحقا على سبيل الاون. تمام في عندي اون مثلا كليك، اون تشينج، اون تكست منيو، اون تكست منيو، اون دبل كليك، في كل هذه ان شاء الله سنتحدث عن كلها احداث. يعني مثلا اون دي بي كليك، مثلا هذا اون دي بي كليك، شو المقصود؟ اون دبل كليك. تمام يتم منادات هذا الامر، يعني لن يتم منادات الجرين هذا على مستوى فقط كليك واحده، هذه كليك واحده ضبطت، اما الجرين كليك واحده دبل كليك ضبطه. فهذه احداث، يعني عند الدبل كليك سوي هذا الابجكت، هي احداث. تمام احداث لايش؟ لمناداه معين. فانت هذه الاحداث طبعا هناك الكثير، مثلا اون ماوس مثلا انتر على سبيل المثال، يعني زي كانه عند الماوس، هذا الماوس اسمه ماوس، ان شاء الله بيتحرك اسمه ماوس، عندما يدخل هذا الماوس نادي هذا الحدث، فلما نعمل سيف مثلا نادي هذا الحدث، فانه كيف انتر؟ فانا مثلا عند يمر على هذا البوتن مرور الكرام فقط ينادي الفانكشنز. تمام في عنده اون ماوس ليف مثلا على سبيل المثال، يعني على الاون ماوس، يعني بس البوتون مش دخل، دخل وخرج. اون ماوس هي احداث، اون ماوس ليف مثلا، اون ماوس ليف، يعني عندما يغادر البوتون هذا الاليمنت اسمه بوتون مثلا ينادي هذا الفانكشنز، كيف مثلا هذا هذا الكليك انا اشرت عليه الان، ممتاز، خليه يغادر هذه المنطقه نادى هذا الاليمنت. فهي احداث، هي فقط هي عباره عن احداث، يعني مناداة وهي لبرمجة الأمور. تمام إن شاء الله. طبعا هناك أكيد اللي هو على صعيد اللي هي الأحداث زي الهفر، أحسنت يا غزل، نعم طبعا هناك غزل، هناك مداخلة من غزل بتحكي إنهم زي الهفر، نعم أنت الفكرة هناك أحداث، مش الهفر فقط اللي هي تأشير المؤشر، أو يعني إضافة المؤشر على مستوى هذا الإيمنت وتغييره بالنسبة للستايل. إحنا كمان أصلا يعني الباك جراوند كلر وهذه الأمور ممكن بامكاننا ان نضيفها على مستوى الستايل، لكن احنا لانه موضوعنا يتعلق في الدوم اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديولز، ومن خصائص الدوكيمنت اوبجكت موديولز ان نتحكم في العناصر من خلال البرمجه الفعليه المتوارده اصلا في ملف السكريبت، فهذا يطبق اللي هو تنفيذ مفهوم اليوم. الفكره انا ممكن يكون لك قصد مثلا انا بامكان عمل هذا الشيء من خلال الهافر،
طيب كمان اصلا احنا ما ادري العمل اللي هو الجرين هذا او الريدز او الترانسبيرت او غيرها من خلال سبايد شيت. فالفكره انه نبرمج الحالات تحديدا. الحالات هناك ليس عندنا فقط بس مستوى الهبر، عندنا مستوى الليف والمستوى كذا مثلا، يعني عندما يخرج مثلا اون ماوس مثلا حتى على مستوى الماوس، اون ماوس انتر، اون ماوس ليف، اون ماوس موف، اون ماوس اوت، اون ماوس اب، وكثير كمان من الحالات ان شاء الله. فالفكره احنا من اشهر احد الحالات اللي اون كليك، وسنعتاد ان شاء الله دائما باستخدام اون كليك ان شاء الله. فهذه اون كليك خلاص بنعتبر ان هذه احداث تختلف ان شاء الله باختلاف انماط تنفيذها باذن الله تعالى. طبعا سنتكلم ان شاء الله عن موضوع اخر، لكن لا يمنع ان ناخذ استراحه لمده دقائق، 5 دقائق ان شاء الله من بعد اذن الجميع، حتى ندخل بشكل ريفرش ان شاء الله وندخل الموضوع. لكن الموضوع الجديد ان شاء الله صدقا ينطبق ويستند اساسا على فهمك لهذا الموضوع. لهذا الموضوع شو احنا تحدثنا؟ موضوع جدا بسيطه، اوامر دوكيمنت فيها اوامر كثيره من ضمنها قلت كلمه فائديه، في ضمنها كثيره ستايل وباك جراوند وضفنا وجبنا المفهوم، وثم تعرفنا على الفانكشنز. اذا الموضوع اليوم ايش اسمه؟ الدوم، والدوم موضوع كبير اخذنا منه مثال بسيط، والفانكشنز موضوع جدا كبير للعلم. الفانكشنز هذا فيه خصائص مثلا هذا البارامترز كيف يتم استخدامه وليش موجود اصلا، هذا ما سنتحدث عنه ان شاء الله. ناخذ استراحه ان شاء الله لمده دقائق. طيب نكمل ان شاء الله الان، واتمنى ان الجميع التركيز ان شاء الله لاكمال باذن الله تعالى ما تحدثنا عنه ان شاء الله في محاضره اليوم، اللي هو موضوع اسمه الدوم. الان على الاقل يعني عرفنا شو هو هذا الدوم ومما تختصر هذه الدوم دوكيمنت اوبجكت موديل، ومش بس على سبيل الاختصار، كمان الان احنا عرفنا شو يعني الدوكيمنت اوبجكت موديل، اللي هو باستخدام الدوكيمنت او خصائص الدوكيمنت. وكما تكلمنا هذا على مستوى الدوكيمنت تندرج تحت هذا المسمى معنا الكثير من الاوامر، لكن احنا اخذنا اوامر بسيطه وتحدثنا عن هذا الامر انه في هناك الكثير من الاوامر، وهذه الاوامر ان شاء الله سنتعرف عليها خلال سلسله هذه الدوره. فالاصل من حفظ هذه الاوامر وتنفيذها واحتراف تنفيذها عن طريق الممارسه، واحنا ان شاء الله من كثر منكم يعني من كثر استخدام هذه الامثله والبراكتنج عليها ان شاء الله سنطبق، يعني انا اصل الى الحد اللي يعني ندير كامل الامور المتوارده معنا على صفحه الدوم. فالان ان شاء الله على انا صاعد ان شاء الله على سبيل هذا الدوم او هذا لما نتكلم دوم خلاص بخطو في بالنا الاليمنتس المتوارده معنا في هذا البادي وكيف احدث عليه. طبعا بنفس الوقت في المحاضره اليوم تكلمنا كمان على شيء اسمه الفانكشن، انه انا بما ان الفكره من الدوكيمنت وبعدها تنفيذ اوامر اي انشاء اوامر، انا الان انشات امر كامل مكتمل من الدوم، اختيار الاليمنتس، شو بدي اسوي بالضبط، تحديدا شو القيمه من هذه الخاصيه، تمام، واعطيتها مثلا الجرين او اي شيء، هذا بحد ذاته هو امر، انا انشات امر، هذا الامر انا حددت انه انا ما بدي اياه يتم تنفيذه عند بدايه تشغيل البراوزر، لانه عند بدايه تشغيل البراوزر مربوط ملف السكريبت، واول ما يفتح السكريبت راح ينفذ كل الاوامر. لما يجي ملف السكريبت يلاقي هذا الفانكشن لم يدخل الى هذه الاوامر ابدا. فالفكره تجميع اوامر وتنفيذها بالوقت والحاله والحدث المعين يندرج فقط اللي هو تحت منادات هذا الاسم الذي يجمع هذه الاوامر. المفهوم جدا بسيط ان شاء الله. اصلا شو هي البرمجه؟ اوامر كثيره تتنفذ عند حاله معينه، تمام؟ انت اذا وصلت لمرحله ان شاء الله تقدر تسوي اللي هو النظام على مستوى الستايلينج، وبتقدر تسوي اللي هو الاوامر وتضيف اوامر للبوم ولا الدوم مثلا، وتضيف عليه وتغير من الاشكال وتضيف الايفنتس على مستوى اضافه البوتونز او غيرها من الاوامر. انت خاص الان مبرمج او ديفلوبر صحيح ان شاء الله، فهذا هو اصلا تعريف الديفلوبر، تمام ان شاء الله. طبعا اخذنا امثله بسيطه، تمام، الجرين وهذا وارجع كما كانت الريسيت، طبعا هذا امر جدا بسيط. الان صدقا بدنا نتكلم بموضوع جديد، مش جديد، يخص الفانكشنز، ما بدنا نتعمق فيه كثير لانه التعمق فيه ان شاء الله خلال المحاضره التاليه، ما بدنا يعني قدر الامكان يعني نعطي بعض المعلومات حتى نبقى على تواصل، اكيد ان شاء الله هو مش الهدف اللي هو ادراج الكم الهائل من المعلومات بقدر ما احنا بدنا نتكلم عن المواضيع. طبعا هذه الفانكشنز الان حلو بالموضوع، الان لو حكيت لاي شخص كلمه فانكشن او عرف الفانكشنز ببساطه بيروح بيسوي اول شيء فانكشنز ويعطيه اسم
معين مثلا او اي اسم، ويضيف هذه الاقواس اللي احنا سميناها، ما راح نسميها اقواس، نسميها بارامترز، ويكون لها هذا الكيرلي براكتس، اي شو الاوامر اللي بدك تضيفها بداخل المكان. تنفيذ هذه الاوامر ينطبق فقط عند مولادة هذه الفانكشن، تعريفه من كتابه كلمه فانكشنز. الان طبعا بدك تكون عارف هذا الفانكشنز له اشكال وله خصائص وله انواع مختلفه، لكن بالنهايه هي نفس طريقه الفهم ونفس طريقه الاداء. يعني هذا الفانكشنز قد يعني ان شاء الله لاحقا ان شاء الله ياتي على شكل يعني اشكال متعدده، منها الفانكشنز، في عندنا الانونيموس فانكشنز، في عندنا الرو فانكشن، في عندنا الاي دي اف اي فانكشنز، الاي اي اف اي فانكشنز، هو ايش اسمه، شيء مختلف اسمه الاي اي اف اي. لازم كل هذه الانواع كلنا نتعرف عليها، اكيد ما بعطيك اياها كلها كامله، يعني صراحه راح يصير معك اللي هو ايش؟ يعني تتاخر في المعلومات. الاصل ان نمشي بشكل تدرجي ان شاء الله، لكن صدقا الوصول لمرحله الاحتراف البرمجه ان شاء الله اللي هو في اكيد يكون عندك الكم الهائل من المعلومات، لكن هذه الكم الهائل من المعلومات كيف انت قدرت تكتسبها؟ هذا كله مثلا كم الوقت، كم كذا، هذا يندرج ان شاء الله يعني بتسميه هذه الدوره ان شاء الله. طبعا هذا الفانكشنز له كثير من الاشكال والانواع، لكن قبل ما اتكلم عن الاشكال والانواع، الفانكشنز على العموم له خصائص. ما تخيل هذا الفانكشن له خصائص، او مش خصائص، اللي هو من تكوينه، ايش اسمه، البارامترز. لحد الان احنا ما تكلمنا شو وظيفه هذه البارامترز، اللي هي تتعلق في تمرير الداتا وتمرير المتغيرات من خلال هذه البارامترز. من وين لوين؟ من مكان الاستدعاء الى مكان التنفيذ. وين مكان التنفيذ؟ اللي هو مكان تعريف الفانكشنز اللي بيكون بداخل الاوامر، ومكان الاستدعاء اللي هو مكان المنادى. كيف لتمرير الداتا؟ يعني انت من خلال هذه البارامترات تخيلها وكانها قنوات اتصال ما بين المنادى وتنفيذ الاوامر. ليش؟ لانه لها فائده جدا عظيمه ان شاء الله. يعني اذكر مثال جدا بسيط الان وسنتعمق فيه بالمحاضرات القادمه. يعني انت اثناء المناداه بامكانك ان تمرر قيمه. كيف يعني؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال خلال تنفيذ هذا الامر ممكن ارسل داتا معينه، مثلا كلمة هلو، تمام، اللي هو هم وين بالجرين، خلينا نحفظ انا وين بسوي بالجرين، الجرين كلر. انا اثناء تنفيذ هذا مناداة هذا الامر، طبعا هذا لا يعني يؤثر ابدا، يعني المناداة وتمرير الداتا لا يؤثر ابدا على طريقة العمل، وبالنهاية بس بمجرد ناديته راح ينفذ هذه الاوامر 100%، تمام. الان اثناء المناداة بامكاني انا ارسل داتا، مثلا الان مثلا نجي نعمل ريفرش، الان ارسل داتا اسمها هلو، نجي ننفذ هذا الامر، هل اثر؟ ما اثر، نفذ جرين، ما في مشكله. طيب الان هذه كلمه سلو، هذه تسمى داتا مرسله، يجب ان يكون لها مستقبل في مكان الاستقبال او مكان التنفيذ او مكان تعريف الفانكشنز. هذا هو مكان تعريف الفانكشنز، انا وين وضعتها؟ في الجرين كلر، في هذا المكان، الجرين كلر في هذا المكان. اذا هذا بارامترز وهذا بارامتر، بين البارامترات يتم ايش؟ المراسله. فمثلا كلمه هلو على سبيل المثال، هلو تتم اثناء المناداه بتوصل داتا معينه، هذه الداتا لها مستقبلات، وهذه المستقبلات تسمى arguments. طيب كيف تجي المستقبلات؟ اللي هي بتعريف متغيرات، يعني انت بمجرد انك ضفت مثلا A وكانك عرفت داخل البارامترز في هذا المكان مكان ايش؟ التنفيذ. لما تضيف A بهذا الطريقه زي كانك حطيت let A بهذه الطريقه، تمام؟ زي كانك عرفت متغير اسمه A، بس اسم الحرف لوحده، تمام؟ والفكره ممكن تضيف قد ما بدك من المستقبلات A و B و C و D وغيرها من المتغيرات، تمام؟ الآن نطبق مثلا على سبيل المثال واحد، مثلا هذا اللي اسمه A، أنت باللحظة لما تنادي فيها هذا الكول فانكشن، هذا تم عملية الكولينج بهذا الفانكشنز، وأثناء المناداة طبعا لاحظنا ما أثر، خلاص يعني ناديته خلاص. الآن في ميزة إضافية للمناداة، أثناء المناداة أنا قد أحتاج تمرير بعض الداتا، تمام، ومن ضمنها، وهذه الداتا يجب ان تكون لها مستقبل يستقبل هذه الداتا. فمثلا هذه الاي اثناء التنفيذ الجرين كلر لوحدها تمسك قيمه الهالو لوحدها وتضيفها داخل قيمه الاي، وكاني تماما عملت هذا الشيء ليت اي تساوي هالو، تمام، هالو، تمام، صح، كاني بالضبط انا لما سويت هذا الشيء زي كذا مسكت هذا المتغير وحطيته بالاي وصار قيمته اي. الفكره أنا لم أعرف متغيرا يعني على الصعيد الجلوبالي، فقط في حالة المناداة فقط، وتحديدا في مناداة هذا الفانكشن لوحده. فأنا مثلا هذه كلمة هلو الآن، شو اللي هذا اللي تسهلو الآن؟ أرسلنا قيمة هلو استقبلناها في الـ A،
الآن هذا المتغير فقط أثناء التنفيذ في الحالة وفي الحدث اللي أنت قمت بمناداتها ممكن تستخدم هذا المتغير اللي أنت مررت له هذه القيمة. طيب ليش؟ بغض النظر عن العام، لكن عشان أثبت لك أنه يتم تنفيذه، مثلا أنا حاطيك بهذا المكان كونسول لوج الاي، متى هذا الشيء؟ عند مونادات الجرين كلر. طبعا انا بس وديت كلمه هالو استقبلناها في الاي، والان طبعنا قيمه الاي فقط، تمام؟ يعني احنا نيجي نفتح كونسول لوج، طبعا اكيد الان نشوف الكونسول لوج، تمام؟ الان في عندنا كلمه هالو ما في، الان عند مونادات مثلا خلينا نفتح الكونسول هذا الجرين نفذ الاوامر اللي بداخله، والفكره طبع كلمه هالو وكانه بيحكي لي انا اثناء المناداه في عندي متغير اسمه اي كونسول لوج اي، اذا انا طبعت قيمه الاي، الاي هي من وين اجت؟ هذه اجت من اثناء المناداه انا ارسلت هذه القيمه. هذه الخاصيه تسمى هي الباسنج باراميترز. باسنج باراميتر هي طريقه التواصل، وكانه في عندي قنوات اتصال، تمام؟ لانه انا في عندي بعض الحالات، تمام؟ مثلا من اشهر الحالات ممكن ارسل قيم من خلال البارامترات، يعني انا ممكن ارسل قيمه جرين من هذا المكان، ناديت هذا الفانكشن وارسلت قيمه جرين وارسلته واستقبلتها في هذا المتغير. الان انا ما بدي اطبعها، الفكره من طباعه، انا قادر على استخدامها، الفكره من طباعه انا قادر على استخدامها. هذا المتغير اثناء المناداه صار قيمته جرين، انا بدل ما اثبت القيمه واحكي له مثلا الرقم اللي بتجيبه هو نفسه اللي بتنفذ لي اياه، يعني وديت جرين بيستقبله بجرين والباك جراوند دوت كلر قيمه الاي اللي قمت انت بارسالها. مثلا انا ارسلت قيمه جرين من هذا من البدايه، راح يصير قيمه جرين في هذا المكان، نجي نعمل ريفرش على جرين صارت قيمه جرين، انا ما ثبتت قيمه مثل باقي القيم، فانا مثلا ارسلت قيمه بلو في هذا المكان ازرق، بنادي هذا الفانكشن راح ينادي هذا الفانكشن ونفذ الاوامر اللي بداخله، قبل ما ينفذ استقبل قيم الاي مثلا، عرفت بمتغير ايه، كنت عارف تغير اي متغير بدك اياه، اي بي سي دي اللي بدك اياه، تمام؟ اثناء المناداه ارسلنا هذه القيمه وكانه تخزنت داخل الاي، يعني بهذا المكان تخيل از كومنت اي تساوي صارت قيمتها بلو في هذا المكان، إذن انت بس تستخدم قيمه اي سيكون قيمتها بلو، فانت بهذا المكان اصبح اللي هو قيمه الاي بهذا المكان اللي هو قيمته بلو، لاحظ عندي جرين صار قيمته بلو لان انا مررت في الباسنج باراميترز قيمته بلو. الفكره انا جدا راح استفيد من هذه الخاصيه، فانا بدل على سبيل المثال ما اسوي 3 فانكشنز متشابهه بالاوامر، ممكن انشئ فانكشنز واحد، تمام، ينفذ جميع الحالات، واقول مثلا هذا الفانكشن وظيفته يعمل تشينج على مستوى الكلر مثلا، تمام، تشينج هذا يعمل تشينج فانكشنز واحد فقط على مستوى الكلر، طيب وهذا تشينج مثلا على مستوى الكلر، هذا اسم الفانكشنز وهذا اسم الفانكشن، احنا نناديه في جميع الحالات، في جميع الحالات يقوم بمناداته، تمام؟ لكن لما ينادي البوتون اسمه جرين يرسل القيمه جرين، وعندما ينادي البوتون اسمه ريد يرسل القيمه اللي اسمها ريد، وعندما ينادي الترانسبيرنس هذا مثلا ناسي اللي هو ينادي قيمه اللي هو الترانسبيرنس على سبيل المثال، هذه قيمه الترانسبيرنس اثناء المناداه، انا صار عندي فانكشنز واحد وانا ارسل له القيمه اللي بدي اياها، فهذا الفانكشن بلحظه المناداه استقبل جرين سيعطي جرين، استقبل براون سيستعمل براون، استقبل بلو استقبل ريد بغض النظر سيعطيه هذه القيمه، فانا اكتفيت فقط اللي هو بكتابه هذا الفانكشنز الواحد، لاحظ صار عندي اختلاف، قبل شوي كان في اقوى جدا كثيره، الان صار عندي امر واحد ومستقبل ومناداه واحده على سبيل المثال على جميع البوتونز، فالان نجي نعمل ريفرش جرين شغاله معنا، طبعا change color is not defined، طبعا اتوقع انه مش عاملين سيف بهذا المكان، نجي نعمل سيف فقط، تمام، نجي نعمل ريفرش مره ثانيه، الان جرين اشتغلت معي وديت جرين، ريد وديت ريد، والريست عملت ريست، ليش؟ لانه انا رد علي زي ما وديته، طبعا هذا يلحقه ان شاء الله موضوع اخر باذن الله تعالى متعلق فيه اللي هو يعني مصاحب لهذا الموضوع اللي تتبع الحالات، وتتبع الحالات يندرج تحت قائمه فهم الديباجنج، الديباجنج هذا اللي هو انا شو اللي صار بالضبط، يعني انا باللحظه اللي عملت فيها ريد تنفذ بسرعه الصاروخ ما انا حاضر، يعني جرين صار طبعا انا ممكن هذه اللحظه هذه اللحظيه هذه اللحظيه في هناك اجزاء صارت كثيره، منها ارسال القيمه، استقبال القيمه، تنفيذ الامر، بس احنا هذه الطريقه صارت بسرعه كبيره، فانت بالظن تعتقد انها يعني بنفس لحظيه، لكن لا، فيها كمان هذه اللحظه فيها اجزاء،
فعشان هيك انا عشان اجزئ هذه الاجزاء، تخيل اجزئ هذه الاجزاء في موضوع متعلق فيه ان شاء الله سنتعلم نتكلم عنه بالتفصيل على مستوى السكريبت اسمه الديباجنج. فانا باللحظه اللي بحكي له مثلا بهذا المكان ضيف الديباج بهذا المكان مثلا، نجي نعمل ريفرش الان جرين لم يتنفذ الامر جرين، انا عملت ديباج وكاني وقفت هذا ديباجر، تمام؟ فالان هذا تشين الان بنلاحظ، لاحظ عندي انا ايش؟ اي اصبحت قيمه اي لاني وديت قيمه جرين، والدليل انه الاي صارت قيمه جرين، وهذا تفصيل الحالات ان شاء الله سيكون بدرس مفصل ان شاء الله، ونعمل هذا. والان تنفذ هذا الامر انه تجزئ الحالات باذن الله. طبعا هذه الامور ما بدي افوت فيها التفصيل الان، انه كلها بوقتها محدد باذن الله تعالى. نكتفي فعليا لهذا الحد ان شاء الله بتعريف الفانكشنز وفيه موضوع الدوكيمنت، هذا الموضوع جديد ان شاء الله. كامل الامور الاضافيه على مستوى تمرير البارامترات والديباجنج لها دروس محدده وحدود واحده ان شاء الله، حتى على مستوى الجيتس المثقال اي دي واشكال والاوامر المتعلقه بالدوكيمنت سنتعلم ان شاء الله خلال المحاضرات القادمه. اكفي فعليا لهذا الحد ان شاء الله.